بحضور ممثلين عن 14 دولة عربية، افتتح بالعاصمة طرابلس ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار بالتزامن مع مؤتمر المستثمرين العرب والذي تستضيفه ليبيا للمرة الأولى. فترة استثنائية، واحنا نعرف ليبيا طبعا دولة خير ودولة عز ودولة يعني كل مقومات الاستثمار فيها من بترول وغاز وثروات طبيعية وثروات يعني بشر وتاريخية، فطبعا كل هذا يعتمد على الاستثمار، كل هذا يعتمد على القوانين واللوائح اللي راح تحطها إن شاء الله الحكومة الليبية. نحن نعتقد أنه ليبيا ستشهد في السنوات المقبلة حركة إعمار واستثمار واسعة، وستكون محط أنظار جميع الشركات العربية والإقليمية والدولية نظراً لوجود فرص استثمارية واسعة ومتنوعة وبلد واعد. حضور رسمي رفيع المستوى لحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة أضفى على الحدث أهمية كبيرة في تشجيع الاستثمارات العربية في ليبيا. منذ سنة 84 وهذا المؤتمر ينعقد ولأول مرة ينعقد في ليبيا، فهذا شيء يعتبر شيء إيجابي ويعتبر كسر للحاجز لرجال الأعمال العرب والأجانب بالحضور إلى ليبيا وحضور مؤتمر في ليبيا، وأيضا رجوع الشركات والاستثمار إلى ليبيا. فاليوم تعتبر فرصة إيجابية، يعتبر هذا المؤتمر فاتحة خير على ليبيا. تفاؤل كبير من القائمين على المؤتمر والمستثمرين العرب من مختلف الجنسيات بتحسن الأوضاع الاقتصادية بليبيا وانتعاش الاستثمارات الأجنبية على المدى القريب. حدث اقتصادي يحظى بزخم وحضور عربي كبير، مستثمرون من 14 دولة عربية يدشنون المؤتمر 19 للمستثمرين العرب من العاصمة طرابلس، حدث من شأنه فتح آفاق جديدة للاستثمار العربي بليبيا بالتزامن مع استقرار الأوضاع بالبلاد. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، طرابلس.